ماذا يحدث؟ كلنا شفنا منتخب مصر. اولا خلينا اقول لكم المجموعة انقلبت رأسا على عقب، ويبدو ان بيني ما بين ربنا عمار في التوقعات. والله العظيم بيني ما بين ربنا عمار في التوقعات. كنت اتحدث مع مجموعة من اصدقائي وعلى الكلوب هاوس مع صديقي الليبي المحترم الدكتور هشام، وكان الكل يتكلم على ان الكرة الليبية في حالة مرض، ودي حقيقة، لان يعني الدوري الليبي لسه بيرجع، الناس يعني عندهم وعكة صحية شوية في الامور التقنية والسياسية، وربنا سبحانه وتعالى يجمع شملهم، وربنا سبحانه وتعالى يقضي على عدوهم، وربنا سبحانه وتعالى يمنحهم القوة وتعود ليبيا إلى ما كانت عليه، فتية قوية، يعني درع من دروع الأمة الإسلامية والعربية، ويمتعهم بالسلامة والعافية ويبعد عنهم كل مكروه وسوء. فكنت أتحدث مع إخواني الليبيين، لأن أنا الوحيد من الإعلاميين، أو بلاش، أو أنا مش إعلامي عم، الوحيد من البشر اللي قلت أنا عايز أربط ما بين الماتشين، لأني أنا الآن وعارف اللي جاي، فكنت أتابع الماتشين في آن واحد. وما توقعت ورهنت عليه إخواني الليبيين حصل. قالوا لي منتخبنا بعافية، قلت لهم أنا عملت حوار مع المدير الفني الليبي في تونس، وأنا شايف إن منتخب ليبيا على ملعبه شرس، ومن الصعوبة أن يخسر نقطة. وما توقعت حدث. انتهت مباراة مصر وأنجولا منذ قليل بهدف يتيم في مباراة سيئة السمعة الكروية وزفت الطين، في حين فاز المنتخب الليبي على الجابون 2-1 في مباراة تاريخية، وتصدر المجموعة. تصدر المجموعة، ليبيا كسبت الجابون 2-1، وكسبت الرهان من خليفة سلطان ومن الدكتور هشام ومن كل أصدقائي. يا فتحي يا بعرسي، فتحي البعرسي وأصحابي في ليبيا بني غازي وجهوا لي دعوة لحضور مباراة مصر وليبيا في بني غازي الشهر 11 اللي جاي، وأنا رايح لهم إن شاء الله. مليون مبروك للإخوة الليبيين، مليون مبروك. وكسبت الرهان من صديقي العزيز خليفة سلطان رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للخدمات الرياضية، اكسبت منه الرهان. ولما التقيت منتخب تونس ولما التقيت منتخب ليبيا في نفس الفندق اللي أنا كنت فيه في تونس قبل ما يسافروا قطر يلعبوا السودان ويتغلبوا 1-0 في تصفيات البطولة العربية اللي هتستضيفها قطر، قلت لهم المنتخب ده جاي، ومن المستحيل إن لم يكن من الصعب يعني من الصعب إن لم يكن من المستحيل يتغلب على ملعبه. اللي أنا قلته حصل وكسبت الرهان. منتخب مصر بيفوز على أنجولا، إنهم قطع كسل كسع برئاسة الفاشل حسام البدري. طبعاً يعني انت عندك، بص، كل منتخب واخد لك عيل عاملهولي منسق اعلامي ويقول لك سندنا. اساند مين يا عم؟ انا مع الشعب يابا، اساند مين؟ ده منتخب حد يسانده؟ ده منتخب يعني الاستاذ شادي الجيلاني اللي هو المنسق الاعلامي للمنتخب، او ان شئت قلت يعني اعتبره يعني مشهلاتي او شيال شنطه الكابتن حسام البدري، لا يتواصل مع اي حد من الاعلام. طب اسندك ليه؟ انا بسند الناس يا حبيبي، انا اعلام الناس. هو انت تفكرني علي النعمه من نعمه ربنا ال50,000 دولار اللي دفعتها اون تايم سبورت في المباراه كان تذيع عن المصريين، لو بعتوها للايتام كان احسن. واحده من اوسخ واقل المباريات اللي شفتها في حياتي. برضه عندك هذه اللعيبه ومش عارف توقفهم في الملعب. احنا مركز شباب يا عم ولا ايه؟ ايه يا عم الاتحاد الفاشل ده؟
سايبينها انا بوريدة يعمل فينا كده ليه يا جماعة؟ سايبين احمد بجهد يعمل فينا ليه كده يا جماعة؟ احنا مصر يا جماعة عيب، ومطلعين لي شوية نجوم في استوديو تحليلي، اتحلل ايه يا عم؟ يا عم اتكلم يا عم بلسان الناس، يا عم الناس عندها وجع قلوب يا عم، كفاية بقى اتكلموا في المشاكل، اتكلموا في روشتة انقاذ الرياضة وكرة القدم. انا بسأل الاستوديوهات التحليلية دي ما بتتكلمش ليه عن المصايب اللي احنا فيها؟ الناس دي بتاخد ملايين عشان تطبل، المذيعين دول بيقبضوا وبيركبوا بدل العربية 20 عربية مع كل واحد عشان يضللوا الشعب. طب هتقفوا مع البلد امتى؟ هتقفوا مع البلد امتى؟ ده منتخب حد يعمل عليه استوديوهات تحليلية؟ ده منتخب ده يتعامل كيفية رحيل حسام البدري لإنقاذ المنتخب المصري. هي كده الروشتة، هي كده الروشتة. عيب كفاياكم بقى، البلد أكبر من اللي انتوا بتعملوه ده. نجيب هدف في أنجولا من ضربة جزاء أول 5 دقايق ومش عارفين نجيب هدف تاني في القاهرة. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي، أمال هنعمل إيه في أنجولا؟ وهنعمل إيه في الجابون؟ وهنعمل إيه في ليبيا؟ هنعمل إيه بره يا جماعة؟ ولا كابتن حاتم بطيشة يقول لك نتيجة معقولة بالفوز على أنجولا، معقولة مين يا عم؟ معقولة مين؟ عيب عليكم، احترموا ال100 مليون. احترموا ال100 مليون، الإعلام الموجه ده خلاص ما عادش ينفع. مفيش إعلام موجه في الكورة في مصر. وجه ضميرك نحو بلدك واتق الله. فوز معقول على أنجولا؟ ما أنجولة مين وبتاع مين؟ يا كابتن حاتم أنت من أفضل المعلقين العرب، اسمح لي أنقدك وأنا من الناس اللي بيستمتعوا بيك. يعني النهاردة أنت حضرتك كنت بتذيع ماتش غير اللي بنتفرج عليه. أنت حضرتك خايف ومكسوف ومش قادر تقول إن إحنا سيئين. الناس في الاستوديو التحليلي يعني إيه على استحياء. حازم امام واحمد متعب على استحياء. يعني حازم بيقول لك هو احنا فين؟ والضغط من اول دقيقه علينا وبال5 لعيبه بيروحوا. الشناوي صوته صح عيالي من النوم يا راجل. الشناوي صوته صح عيالي من النوم يا راجل. هتتكلموا امتى على البلد يا جماعه؟ يا جماعه هتتكلموا امتى على البلد يا جماعه؟ واقسم بالله العلي العظيم لو في فار ضربه الجزاء ما تتحاسب. لو في فار ضربه الجزاء ما تتحاسبش يا جماعه. الفرقه دي لمت يقول لك ايه في غياب صلاح وتريزيجيه والنني نتيجه معقوله بالفوز على انجولا. ها 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 ها. يا سلام، عارف فرقة أنجولا دي؟ غايب منها 17 لاعب بسبب كورونا، كلهم في أوروبا، موقفهم زي موقف محمد صلاح، من 12 ل 17 لاعب، لأنهم كلهم في أوروبا لو جم مصر كانوا هيدخلوا حجر ال10 أيام، موقفهم زي صلاح والنني وتريزيجيه. يعني الناس دي انت غايب من عندك 3، هم غايب من عندهم 12. تجابوا اري بابل وعلي بابل ومحمود بابل وخالد بابل ومحمد بابل ومش عارف مين بابل عشان يكملوا الفرقه. في ايه يا جماعه؟ يا جماعه في ايه؟ البلد اكبر من اللي انتوا بتعملوه. بلدنا اكبر من اللي انتوا بتعملوه يا جماعه. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا منتخب الفاشلين، هذا منتخب الفاشلين. منتخب تحول من منتخب الساجدين إلى منتخب الفاشلين عندما يريد الرئيس الإصلاح
ويتلقى من تحته التعليمات وينفذها بالمقلوب. قولوا كلمة الحق بقى كفاية. الريس قال لك بلاها مدرب أجنبي بعد هزيمتنا في أمم أفريقيا. واخد بال حضرتك؟ رحنا قلنا ماشي جبت لنا أسوأ بمراحل وفي الآخر تروح تجيب لنا فنجادة مدير فني. طب يا جماعة فين الرقابة؟ فين الرقابة على الناس دي؟ وفنجادة بياخد كام وجاي يعمل ايه؟ وامتى البرامج الرياضية والقنوات الفضائية تفتح ملفات الفساد؟ امتى تساعد الدولة على الإصلاح؟ بتتحايلوا على كلام الرئيس؟ امتى تساعدوه على الإصلاح؟ امتى تكون عندكم ضمير وتكونوا مراية تقولوا كلمة الحق؟ امتى تتقوا الله في البلد؟ امتى؟ امتى يا جماعة؟ قلنا لكم إذا كان مصري فلن يكون أفضل من حسن شحاتة. بعد ما كلموه واتفق وقعد واختار جهازه في لحظة بالسلامة يا حب سلم عليا. سبوبة كبيرة. وهنا أبو ريدة محدش عارف يحكمه ولا يلمه. وهو اللي بيدير لو طلع ألف طلاق بالتلاتة. أنا ماليش دعوة. وغسل إيده بعد أزمة شيكابالا وقال لك أنا بتنزل الانتخابات وتحت أمر البلد. كله ده غسيل إيده غسيل سمعة. هو من دمر الكرة المصرية. فلتتوارى هذه الوجوه. فلترحل عنا هذه الوجوه العفنة. ارحلوا مش عايزينكم بقى كفاية. قرفنا منكم. قرفنا منكم مش عايزينكم. هاشتاج اهو. قرفنا منكم مش عايزينكم. قرفنا منكم مش عايزينكم. قرفنا منكم مش عايزينكم. منتخب الفاشلين يتعادل في اول مباراة في مصر 1-0 بالعافية. يفوز بالعافية 1-0 على انجولا. والمنتخب الليبي المكافح بلد ما فيهاش كورة ولا دولة ولا دوري ولا اي حاجة. وفوق راس اخواتي الليبيين انا بقول كده فخر ليهم. فازوا على الجابون اللي ادى انجولا 10 مرات. فازوا عليها 2-1 وتصدروا المجموعة. ولك ان تعلم يا صديقي ان الاهداف بعد النقاط. يعني المتصدر بالنقاط ولو تساوى في النقاط حسبة الاهداف تشتغل. واحنا مش عارفين نجيب هدفين. وعاملين استوديو تحليلي وشاريين مارك ب$50,000 وعندنا 500,000 نجم بيتكلم خايف يقول كلمة الحق. قرفنا منكم مش عايزينكم. قرفنا منكم مش عايزينكم. قرفنا منكم مش عايزينكم. واقول لكم النهارده بدأت الثورة. ثورة تطهير الرياضة وكرة القدم لرحيل هؤلاء الفشلة. لرحيل هذه الوجوه العفنة. 30 سنة. أنا عندي 50 سنة. من وأنا عندي 18 سنة شايف نفس الناس. مش هستنى لغاية ما أموت وهم قاعدين. كفاية بقى. كفاية. بكل صوت وطني حر. قرفنا منكم مش عايزينكم. إذا كانت هذه البداية عيب على واحد يطلع يقول لك ايه الحمد لله كسبنا 3 بومب. ايوه اهلا بالثلاثة بومب وتمام التمام. ولكن ده شكل منتخب ده؟ انا مصر. انا ببص للجزائر. انا ببص للمغرب. انا ببص للكاميرون. انا ببص لنيجيريا. انا ببص للمستوى الاول اعمل معاه ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. أين حمرة الخجل؟ اتقوا الله. أين حمرة الخجل يا فشلة؟ أين حمرة الخجل؟ مليون مبروك لعبد الحكيم الشلماني رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم. أنت بتشتمني أنا يا طالع يا نجدي؟ بتشتمني أنا؟ بتشتمني أنا ولا كاتب غلط؟ بتشتمنا انا يا نجدي؟ بتشتمنا انا؟
عايز افهم بس الناس ترد عليك بتشتمني انا عملت لك ايه؟ حضرتك عملت لك ايه بتشتمني انا؟ هو ده مرة النجد صديقنا يا جماعة ولا تشابه أسماء؟ يعني قبل محظوره ربما يكون كاتب غلط. طيب ماشي تأكدوا لي بس لو سمحتوا. ماشي اوكي. لا هو الراجل بيقول احنا عرفنا منك، طب لما انت حضرتك عرفت مني داخل ليه يا متخلف؟ داخل ليه يا متخلف؟ داخل ليه عندي يا متخلف؟ الاشكال القذره اللي زيك انا ما بيشرفنيش ان انا اتعامل معاها. يعني انت داخل ليه؟ احنا بنتكلم عن منتخب مصر. ده منتخب امك يعني؟ ده منتخب مصر بتاع امك لا مؤاخذه يعني؟ لا بتاع امك ولا التاني حرب على الزمالك. مش عارف فيا والله شوية الزلنطحية اللي ملاقينش حد يلموهم دول. والله أنا كده أسلوبي اللي إلا أدبي اللي إلا أدبه في الليفة إلا أدبي على اللي جابوه. كفاية اللي إحنا فيه. النهاردة 100 من الناس الرسائل هيا قول كلمة حق لوجه الله. فقدنا الأمل في الإعلام كله. الناس أهي. الناس زهقت. الناس زهقت. افراح تعم ليبيا بعد الفوز على الجابون 2-1 وكسبت الرهان من كل اصحابي. وانا قلت الفتح البعرسي رجل الاعمال صديقي ومتخصص في بناء الارضيات الخاصه بالملاعب، وهو اللي عامل الملعب بتاع بنين اللي هو بني غازي اللي هو الاستاد المعتمد اللي لعب تصفيات كاس العالم اللي هتلعب عليه مصر، واللي النهاردة فازت ليبيا فيه على الجابون 2-1 وقلت الترابيزة. قلت له الملعب ده أنا دخلته وقابلت السيد خليفة حفتر فيه واتفرجت فيه على الجماهير ووضعها إيه. قلت له هذا الملعب لن يخرج منه منتخب بنقطة إلا بشق الأنفس. أنا يا جماعة أنا راجل مش كفتجي ولا بتاع بطاطس ولا بتاع كرومب لا مؤاخذة يعني، وكسبت الرهان من كل اصحابي لغايه امبارح. الدكتور هشام بيقول احنا لا نعلق امال على منتخبنا الليبي. قلت له سيكون المفاجاه وحصل النهارده اهو. مليون مبروك للاخوه الليبيين، قلبوا الترابيزه، فازوا على الجابون اللي كد انجولا 40 مره 2-1، واحنا فزنا على انجولا منتخب الفاشلين. حسام البدر استلموا الساجدين هيسلمهن الفاشلين. وهنا بوريدا شغال ينخور ويعمل اللي هو عايزه. والنهارده هفتح لكم الملف كيف تواجه الدولة هذا الفساد.